عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعتذر لكل اخواتي على القطعه الطويله اللي احنا قطعناها في القناه، عارف ان انا قطعت فتره جامده جدا جدا جدا، بس بعتذر لكل اخواتي وان شاء الله هرد على كل على الواتس الفتره الجايه، ولكن كنت مشغول شويه الفتره اللي فاتت فالدنيا ما كانتش ظابطه معايا قوي. ف يب هنبدا نظبطها اليومين دول وهنبدا نركزوا على القناه، ننزلوا فيديوهات كتير ان شاء الله الفتره الجايه. بس قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، هسيب لك رابط الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن، لو انت حابب تتكلم معايا هناك على الانستا، حابب تبيع حاجه من خلال الانستا، هسيب لك رابط الانستا تحت في الديسكربشن، ورابط التيك توك تحت في الديسكربشن برده، ورقم التليفون بتاعي تحت في الديسكربشن. حابب تتواصل معايا على الواتس برده برد على كله هناك، لو انت حابب تبيع كلب الكلام ده كله تمام. بس قبل نبدا الفيديو كده يا شباب، الفيديو لازم يوصل اكبر عدد من اللايكات، لان احنا بقالنا فتره ما عملناش فيديوهات، فشجعوني ان انا ارجع تمام. يلا شباب نخش في الفيديو من غيرها كتير. نبتدي باول حاجه يا شباب، ومعانا نتاي بيتبول لونها ابيض كده، تحس ان هي داخل فيها دوجو ارجنتينو، برده مستوى كويس، شغال قوي، فيها فتحه صدر كويسه، بوزها طويل السنه، الوانتها كويسه، واضح ان انت كانت مخلفه قبل كده. مطلوب فيها 1500 جنيه، عندها 10 شهور، لا يبقى اكيد ما خلفتش تمام، او ممكن تكون حاطه وخلفت مره مش مشكله، ولكن هو ما قاليش تمام، ما قاليش اي تفاصيل، ولكن الكلبه دي مطلوب فيها 1500 جنيه، عندها 10 شهور، مستواها شغال قوي قوي قوي. معانا بقى كلب جيرمان او نتايه جيرمان، بسم الله ما شاء الله على هيئه الذكر، اللي يشوفها ما يدهاش ابدا ان دي نتايه، هي عندها سنه معاها رخصتها والدفتر بتطعيماتها، مطلوب فيها 2500 جنيه، بيقول على الطبيعه احسن بكتير من المكان طنطا. الكلبه دي فيها شعرايه لونج هير كويسه قوي، ماسك وش كويس قوي، الوانات كويسه قوي، شغلها كويس قوي قوي قوي، زي ما قلنا مطلوب فيها 2500 جنيه، تقليب محترم ومستوى كويس جدا جدا جدا. معانا بقى حاجه كين كورسو، بس اللهم صل على النبي، حاجه محترمه قوي، حاجه شلاضيم، حاجه ستاير جامده قوي، حاجه جمجمه، اللهم صل على النبي. الكلب اصلا مش قادر ياخد نفس ومن كتر ما هو مستواه جامد، والجمجمه كبيره، عمره سنه ونص، في شراسه غبيه بتموت وبتمسك ما بتحلش وبتضرب بالكمامه تمام. الكلب ده مطلوب فيه 5000 جنيه، ويا بلاش والله بالنسبه للمستوى اللي انا شايفه، الجمجمه والالوان والمستوى اللي انا شايفه عموما توتال كله، بصراحه جامد قوي قوي قوي. ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبه. معانا بقى حاجه جولدن، مطلوب فيها 1000 جنيه بس، المكان مرسى مطروح، عندها سنتين، في 1000 جنيه بس، حاجه تشوكلت، بسم الله ما شاء الله جامده قوي، شعرها لونج هير، الوانات كويسه قوي، تقليب محترم جدا جدا جدا، وسعرها حلو قوي في الحنين. 1000 جنيه مش فلوس يا شباب، في كلبه جولدن بالمستوى اللي احنا شايفينه دوت، مطلوب فيها 1000 جنيه. معانا بقى حاجه جيرفون او جروايه، جيرفون نتايه عندها 48 يوم، مطعمه حشرات، بتاعت لعب المكان الجيزه الهرم، للتواصل هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، مطلوب فيها 600 جنيه اخرها، شعرها جامده قوي، مفيش بوز، ما فيهاش بوز خالص، حاجه من بيك جيرفون محترمه قوي، تقليب كويس جدا وشعرها حلو قوي، مطلوب فيها زي ما قلنا 600 جنيه بالتطعيم بتاع اللي هو تطعيم الحشرات، حاجه برده حلوه وحاجه سعرها شغال قوي تمام. معانا بقى كلب جيرمان، مستوى حلو قوي، متدرب بتاعه بيمشي اوف ليش، يعني بيمشي سايب، واخد جرعتين ديدان وجرعه سوماني تمام، العمر سنه واربع شهور، الودان فيها اعصاب تقريبا، او في ودن فيها اعصاب في ودن فيها لا، المكان المنصوره اجا، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، مطلوب فيه 1500 جنيه. تعالوا كده نشوف اعصاب الودن اللي هو بيقول عليها، الودان ما بتقفش عموما تمام، ولكن دي مش مشكله معاك، الكلب لما بيجي بيتجوز بيجيب لك جراوي ودانها بتقف عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله، زي ما قلنا العمر سنه واربع شهور، مستواه حلو قوي، كلب مستواه حلو قوي قوي قوي. معانا بقى نتايه مالينو، مطلوب فيها 11000 جنيه، مخلفه قبل كده، واسيب لكم فيديو الخلفه، نتايه مالينو مطلوب فيها 11000 جنيه، عندها سنه وسبع شهور، المكان الطلبيه هرم، مستواها حلو قوي، نتايه كويسه قوي، تقليبها محترم جدا جدا جدا، ونتايه بتخلف وحضانه، فمستواها شغال قوي، وكلبه حلوه قوي قوي قوي. ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبها. معانا بقى حاجه بيتبول، عندها سنتين ونص، والسعر المطلوب فيه 2000 جنيه، بصراحه مستواه حلو قوي، ولكن الكلب ده عنده حساسيه في الجلد، او داخل على فطريات تمام، او زي ما الناس بتقول عليه جرب تمام، وده حله بسيط قوي، انت ممكن تحط عليه زيت محروق، زيت عربيات محروق، هيعالج لك الموضوع، او ميه اكسجين في المناطق اللي فيها دم في جسم الكلب تمام، بس مش اكتر ولا اقل، الموضوع سهل جدا وبتحل بسهوله جدا جدا جدا، مطلوب فيه 2000 جنيه،
الكلب ده لو انت عملت معاه زي ما انا بقول لك كده علاجه سهل جدا ب 10 جنيه 20 جنيه تعالج الكلب دوت، فمش فلوس. تمام، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه برضو معانا نفس الشخص، حاجه رويال بلاك مستوى حلو قوي قوي قوي، مطلوب فيها 3000 جنيه انت مش دقه. سنه ونص، خلفت مرتين، حلوة قوي، سنة ونص وخلفت مرتين حلوة قوي، مطلوب فيها 3000 جنيه، مستوى عالمي في ظل الارض، جيران الارض، ومستوى جامد الله اكبر زي ما انتم شايفين. معانا جرو جيرمان عنده 60 يوم، طعم ثنائي وديدان، جراوي اهاليه محترمه جدا بسم الله ما شاء الله، مطلوب في 2500 جنيه. الجرو واضح قوي من تقليبه من غير ما تشوف الاهالي ان هو جرو بمستوى عالي، عظم تقيل قوي قوي قوي، كف ايده اصلا باين، الجرو بسم الله ما شاء الله كف ايده باين، في لف الضهر، في مسكوش، في ومش عارف ديله لمس الارض ولا لا، ولكن الوانه حلوه ومسكه حلو وعظمه بالذات عجبني قوي قوي قوي، دي حاجه يعني عظمها اتقل من عظم كلب عنده 60 يوم. تمام، فتوكل على الله في الكلب دوت وتواصل مع صاحبه، صدقوني الكلب ده حلو قوي، جرب مستواه حلو قوي قوي قوي، وهي ومستواه هيبقى الله اكبر عليه لما يكبر، لسه هو في سن مساخ كمان وما شاء الله زي ما انتم شايفين التقليب. تمام، معانا بقى الذكر عنده سنه ونص، تقليب عالي قوي، في لف الظهر، في شعرايه حمراء، في ماسك وش لونج هير، في الودان 11، كويس او مطلوب في 2500 جنيه، سرعه البيع قابل للنقاش البسيط، مكان قلوبيه، مستوى حلو قوي، شعرايته كويسه، كلب معقول قوي 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 بالسعر اللي احنا بنقوله 2500 جنيه، مش فلوس. تمام، في طاعه وفي شراسه ومتاح جوازات برضه لو انت حابب تجوز، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، برضه كلب مستواه حلو. معانا بقى ذكر جوازات، تمام، ثلاث جوازات ب 500 جنيه، مكانه محافظه الاهليه، تمام، حلو شغال قوي، ذكر كويس، جرفن شغال قوي قوي قوي، مستواه حلو. معانا برضو نفس الشخص انتهى جرفن، مطلوب فيها 1000 جنيه، بيقول لي ممكن تبقى حامل، يعني هي قاعده مع الذكر تقريبا وحاضت وممكن فوتت، بس هو ما شافهاش وهي بتتجوز، فبيقول لك ممكن تبقى حامل، انت بتشتريه على سنية حامل ب 1000 جنيه. تمام، بس انت ممكن تقول له هي كانت حايضه امتى وكده، تساله وكده، لان هي بعد 30 يوم المفروض بيبان على السونار ان هي حامل ولا لا. تمام، فانت قبل ما تشتري الحاجه زي ديت تواصل معاه كويس قوي، شوف الدنيا ماشيه ازاي، قول له اخر مره حاضت امتى واخر مره قفلت امتى، قعدت مع الذكر قد ايه، ممكن تكون شالت منه عادي قوي، بالذات لو الذكر جويز، لو النتايه واخده على الذكر اتوقع صعب قوي، يعني لو النتايه اصلا قاعده مع الذكر كده كده هو بيشوفها كل يوم، صعب قوي تكون شايله منه. تمام، فانت اعمل حساب الحته دي برضه. تمام، اخر برضه معانا جرو الجيرمان، مستوى حلو قوي، ذكر عمره 80 يوم، مساحه كويسه قوي، بيقول لي جرو ينفع للحراسه عند محامي، بيقول لي متدرب يعني على ست وداون والكلام دوت، الحاجات البسيطه دي يعني، مطلوب فيه 3500 جنيه قبل التفاضل مكان اسكندريه. الكلب حلو، في لف الدار، في الوان حمراء، اهاليه معقوله حلوه قوي، جامده قوي 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 على فكره. هسيب لك انت بقى لو انت حابب الكلب تتواصل مع اصحابه وتساله برضو على الاهالي. معانا بقى حاجه جولدن، نتايه جولدن عندها 8 شهور، داخله على حيض المكان الهرم، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، مطلوب فيها 1000 جنيه نهائي، نتايه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. برضو الناس معانا كلب روت وايلر، مطلوب فيه 9000 جنيه المكان، طنطا، جمجمه وعظم وجسم، اللهم صل على النبي، حاجه فوق الليفل الجامد كمان، حاجه محترمه قوي 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 بسرعه. الكلب باين في صحه، في شراسه كويسه، مش عارف في شراسه ولا لا، ولكن الكلب في صحه كويسه جدا، بيتجوز لوحده، في فيديوهات للجوازات بتاعته. فالذكر بسم الله ما شاء الله حلو قوي قوي قوي، 9000 جنيه مش عارف هل هو مبالغ فيه ولا لا، ولكن انا اتوقع ان الذكر ده على الطبيعه احلى بكتير من الفيديو والفيديو زون. معانا بقى حاجه ب 2000 جنيه بسرعه البيع برضو، كلب روت وايلر ب 2000 جنيه، سعره حلو قوي، معقول قوي، مستواه حلو. تمام، هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، مستواه جامد قوي قوي قوي. تمام، مطلوب في 2000 وبس يا حبايب قلبي، كنا وصلنا لنهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو متاكد الفيديو هيعجبك، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، كما اخوكم ديركس، سلام.